رضي بقضاء الله أرضاه الله بجمال القدر. طبعا كلنا عارفين استبعاد أسامة جلال من قائمة المنتخب بسبب الإصابة واستدعاء ياسر إبراهيم بدلا. طبعا أنت هتطلع تقول لي طب ما احنا عارفين الخبر ده، أنت طالع تقول لنا إيه مش هتضيف لنا جديد؟ تعال هقول لك بس كلمتين هيفيدوك في حياتك. أنا فرحان وزعلان في نفس الوقت، فرحان بسبب مشاركة ياسر إبراهيم مع المنتخب المصري، وزعلان بسبب إصابة أسامة جلال لأنه لاعب مصري وهيفيد المنتخب المصري. ربنا لو كاتب حاجة هتحصل هتحصل وهو وعد ربنا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، بس الموقف ده بيوضح لك ويثبت لك إنك ما تحسب لهاش وسيبها ماشي على الله، والله قدر الله جميل وهيسعدك في الآخر. وفي برضه مثل بيقول لك من جد وجد ومن زرع حصد، يعني معنى كلامي اعمل اللي عليك واجتهد فيه وربنا هيكرمك وهيختار لك الأصلح في الآخر. تلف وتدور ربنا لو كتب حاجة هتحصل هتحصل. لما طلعوا سألوا ياسر إبراهيم إيه رأيك في قيمة المنتخب، طلع قال لهم دي اختيارات المدرب وربنا يوفق جميع اللعيبة. طبعا هو كان زعلان ان هو ما دخلش قائمة المنتخب بس ربنا كاتب له الاصلح ليه. افتراضا كان دخل قائمة المنتخب من الاول وما اكتملش شفائه ودخل واصاب في المنتخب وبدله ودخل حد مكانه، كانت هتبقى نفسيته عامله ازاي؟ طبعا كانت هتبقى نفسيته متدمره زي اسامه جلال واحمد نبيل كوك. كما شوف قدر ربنا جميل ازاي، ربنا يشفي اسامه جلال لسه صغير في السن وربنا يعوضه ان شاء الله. كل الاستفاده من كلامي ان اسعى وجد وربنا ان شاء الله عمره ما هيضيع تعبك. يعني اي حد في ثانويه، اي حد بيعمل شغلانه، اعمل الشغلانة دي على أكمل وجه وإن شاء الله ربنا عمره ما هيضيع تعبك. بس كده، يلا سلام.